من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تشكل علامة فارقة في مسيرة الصحافة البحرينية، وأصبحت محطة مضيئة لتحفيز الطاقات الإعلامية وإبراز الإبداعات الصحفية في ممارسة حرية الرأي والتعبير. وأعرب معاليه عن عظيم الفخر والاعتزاز بالنهضة الصحفية المشرفة التي أسس لها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وما تشهده الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة من تطور وتقدم مشهود في ظل تنامي الوسائل والأدوات الإعلامية التي منحت الصحف فرصا لمزيد من الإبداع والعطاء. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرصه على مساندة الأدوار الحيوية والمهمة التي تقوم بها الصحافة المحلية والوطنية وإشراكها في الإنجازات الحكومية وفتح المساحات أمامها للمساهمة في تعزيز مجالات النهضة والنماء، مهنئا معاليه الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، مشيدا بما قدموه من أعمال ونتاجات صحفية قيمة. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام لإبراز الجائزة والاحتفاء بها وبالفائزين فيها.